السلام عليكم. الجيش الإسرائيلي بدأ باقتحام المباني الحكومية في شمال قطاع غزة. الأمر أصبح واضحا من تفاصيل نشرت على معهد دراسات الحرب الأمريكي، بالإضافة إلى الوور مابر ومصادر قادمة من الداخل الفلسطيني في داخل قطاع غزة. ما الذي جرى يا ترى؟ حتى نهاية الأسبوع الماضي كان وضع التقدم الإسرائيلي في شمال قطاع غزة بهذا الشكل، مع تقدم بهذا الشكل على مسافة نصف كيلومتر باتجاه الشيخ عجلين التي سيطروا عليها. وبعد ذلك توقفت الأمور وبدأت إسرائيل تبحث عن عملية هدنة وقتية، هدنة تكتيكية أو إنسانية لمدة ساعات لإخراج المدنيين من هذه المنطقة تحديدا الساحلية بأكملها إلى غرب شمال قطاع غزة. وهذا هو الأمر الذي تم بالفعل بعد إيقاف إطلاق النار. طلبوا منهم جميعا أن يقوموا بعملية الانسحاب إلى طريق صلاح الدين، وبعد ذلك من طريق صلاح الدين إلى جنوب قطاع غزة، ليكونوا بمأمن من الهجمات الإسرائيلية. وهذا فعلا هو الذي تم في 48 ساعة الماضية، فلإسرائيل كانت خطة كبيرة تجاه هذه المنطقة. هذه صورة مقربة لطبيعة هذه المنطقة والذي خططت له إسرائيل وعملت عليه ولا زالت تعمل عليه حتى هذه اللحظة. بالنسبة لإسرائيل كانت تضع صوب عينها وعيونها على عدد من النقاط. واحدة من النقاط هي مستشفى القدس، وكذلك مستشفى الشفاء، وأيضا مستشفى أخرى وهي مستشفى الرنتيسي هنا تقريبا. وذلك لأن إسرائيل ترى بأن هذه المستشفيات عبارة عن مقر للفصائل الفلسطينية بالدرجة الأساس، حركة حماس، لأن فيها الوقود، الكهرباء، مولدات إضافية مفيدة جدا للقيادات الميدانية الموجودة في شمال قطاع غزة. هذا ما تقوله إسرائيل، بالإضافة إلى ذلك إلى مجمع أنصار الحكومي الخاص بحركة حماس، والذي يعتبر نقطة حكومية رئيسية بالنسبة للفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. طبعا قد وصل تقريبا إلى هذه النقطة الشيخ عجلين التي تحدثنا عنها، وبالتالي أيضا واحدة من الأمور الأخرى التي يبحثون من الوصول أو الوصول لها هو مخيم الشاطئ الذي لا زالت الفصائل الفلسطينية تسيطر عليه، لأن هذا المخيم هو يعتبر مقرا ونقطة رئيسية بالنسبة لحركة حماس، ونقطة رئيسية أيضا لحماية المباني الحكومية الموجودة في هذه المنطقة. فلا ننسى بأن هذه المنطقة مرتبطة بمدينة أو ضاحية الرمال التي تعتبر العاصمة الإدارية لمدينة غزة، وبالتالي الخطة الإسرائيلية هي أن تسيطر على المباني الحكومية لتوجيه ضربة معنوية كبيرة للفصائل الفلسطينية، وكذلك أن يكون هنالك انتصارا إعلاميا بالنسبة للجانب الإسرائيلي بأنهم أسقطوا المؤسسات الإدارية والمباني الحكومية الخاصة بالفصائل الفلسطينية في هذا الساحل قبل البدء باقتحام مدينة غزة. وهذا بالفعل بعد خروج المدنيين أو أغلب المدنيين من هذه المنطقة بأكملها، بدأ الجيش الإسرائيلي بعمل كبير قادم بداية من البحرية الإسرائيلية التي قامت بهجوم مكثف على هذه المناطق التي ترونها هنا في الساحل تحديدا، التي تسيطر عليها الفصائل الفلسطينية على طول طريق الرشيد. وبعد ذلك جاءت طائرة إسرائيلية أيضا لتقوم بعملية استهداف مجمع أنصار الحكومي، ودمروا هذا المجمع، وتقدم الجيش الإسرائيلي فعلا بحسب الوور مابر ومعهد دراسات الحرب ليسيطروا على ميناء غزة، ليسيطروا على مجمع أنصار الحكومي المدمر طبعا مع المناطق التي تأتي حوله، وبالتالي تقريبا المربع بهذا الشكل. وإن حاولنا أن نصحح هذا المربع قليلا فإن طبيعة السيطرة أصبحت بهذا الشكل بالنسبة للجيش الإسرائيلي، وأصبحوا قريبين من مستشفى الشفاء الذي يتعرض إلى ضغط كبير حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها، وتقدموا أيضا إلى مستشفى القدس قاموا بمحاصرة هذا المستشفى الذي أعلنت أساسا وزارة الصحة الموجودة في غزة بأن هذا المستشفى قد خرج عن الخدمة بسبب عدم الوجود الوقود، وبالتالي مولدات لن تعمل، لا كهرباء، وبالتالي هو لا يعمل نهائيا. ولكن الجيش الإسرائيلي حاصر هذه المستشفى، وأيضا أن الجيش الإسرائيلي حاول من التقدم أيضا باتجاه مخيم الشاطئ الذي تشكل فيه الفصائل الفلسطينية خطوطا دفاعية قوية للغاية، لم يتمكنوا من التقدم، ولكن تمكنوا من محاصرة مستشفى الرنتيسي. وكذلك أيضا مع عدم تقدمهم في مخيم الشاطئ
اتخذ جيش الإسرائيلي قرارا بأن يقوم بعملية مناورة سريعة بهذا الشكل لمحاولة محاصرة الفصائل الفلسطينية الموجودة في مخيم الشاطئ، ولإعطائها رسالة واضحة بأن عليك أيتها الفصائل أن تخرجي من هذه المنطقة قبل أن يتم تطويق هذا الموقع بأكمله، وبالتالي تصبح الفصائل الفلسطينية محاصرة بهذه المنطقة و تباد تماما وتتم إبادتها بهذا الشكل إن تمكنوا من القيام بهذه الإحاطة أو التطويق لهذه المنطقة. بالتالي الفصائل الفلسطينية في موقف صعب للغاية في هذه المنطقة، وهذا هو الذي دفع أساسا الفصائل الفلسطينية أن تدافع بشكل كبير عن مستشفى الشفاء، لأنهم إن سمحوا للجيش الإسرائيلي بالتقدم باتجاه مستشفى الشفاء هنا تحققت عملية التطويق التي يبحث عنها الجانب الإسرائيلي. بالتالي هم يقاتلون بشكل كبير في هذه المنطقة، يقاتلون بشكل كبير أيضا في هذه المنطقة في مخيم الشاطئ من أجل حماية المنطقة. وطبعا واحدة من الأمور المهمة التي تثبت الكلام الذي نتحدث عنه هي مستشفى الرنتيسي التي نشر عنها مقطع فيديو يوضح الدبابات وهي حول هذه المستشفى. إنما اتجهنا إلى هذه اللقطات ستلاحظ كيف أن الدبابات الإسرائيلية تتواجد حول المستشفى. طبعا الصور ليست واضحة، ولكننا سنستعين ببعض الإشارات الموجودة ونحددها طبعا بالقمر الصناعي لهذه اللقطات التي ترونها للدبابات. وطبعا إذا ما أخذنا هذه الصورة التي ترونها بهذا الشكل من إحدى اللقطات طبعا الواضحة أو الأكثر وضوحا للموقع، ستلاحظ بأن نحن أمام مبنى إلى الشمال، ساحة واضحة، هذا هو الشارع الذي تتواجد فيه هذه الدبابة، وحافة هذا المبنى تقريبا تأتي مع منتصف المبنى الذي نراه أمامنا هنا. وبالتالي بجانب هذا المبنى هنالك ممر، وهذا الممر فيه واضح جدا بعض النباتات المزروعة أو الشجيرات الموجودة في هذه النقطة. وأيضا نرى بأن هنالك مبنى، أي أن الممر ليس بالواسع ولكنه مبنى ضيق، ممر ضيق نوعا ما، وهذه دبابة أخرى أيضا. وتلاحظ بأننا أمام عمود موجود وسط أو في بداية هذا الممر بهذا الاتجاه. بالتالي بالاعتماد على هذه المعلومات البسيطة، مع حقيقة أن من نشر هذا المقطع قال بأن هذه الدبابات تحيط مستشفى الرنتيسي، لنتجه إلى هذا المستشفى الآن. وستلاحظ بأن هذا المستشفى هنا، هذا هو المستشفى الذي نتحدث عنه، والنقطة التي تتطابق مع ما نتحدث عنه تأتي بهذه المنطقة تحديدا، تتطابق تقريبا مع كل شيء. هذا هو المبنى الأول مع الساحة، حافة المبنى، يأتي منتصف المبنى الثاني الذي تحدثنا عنه. وتلاحظ بأن هذه المنطقة طبعا مزروعة كما هو واضح، وهذا هو الممر. وبالتالي أيضا أن العمود الآخر الذي تحدثنا عنه أو العمود الذي يأتي منتصف هذا الممر، مع مسألة واضحة بأن هذا المبنى الذي نراه غير ظاهرا في هذا المقطع الذي لاحظناه، تلاحظ تماما بأن كل شيء يتطابق بأن الدبابات الإسرائيلية فعلا موجودة بهذا الاتجاه. وبالتالي إذا ما اقتربنا قليلا لكي نلاحظ العمود مع الظل أو الخيال الخاص بهذا العمود، ستلاحظ بأنه موجود هنا فعلا. وبالتالي فعلا هذا يعني أن الدبابات الإسرائيلية موجودة في هذه المنطقة، تتحرك بشكل مكثف مع تحرك إلى الشمال بهذا الاتجاه، وهي مستمرة في عملية الاختراق. وبالتالي هذه المنطقة بشكل عام هذا هو شكلها بحسب الوور مابر، كما تلاحظ بأن الجيش الإسرائيلي سيطر على ميناء غزة، على كل هذه النقاط، أصبح قريبا من مستشفى الشفاء، وهو لم يبقي إلا شارع الوحدة وشارع آخر من أجل السماح لبقية المدنيين الذين يتحصنون في مستشفى الشفاء وهذه المناطق الأخرى من أن ينسحبوا بشكل أكبر، لأن هنالك إطباق تام قادم على هذه المنطقة. نفس هذه الصورة توافق معها تماما مع دراسات الحرب في 24 ساعة الماضية، ستلاحظ بأن واضح جدا السيطرة على ميناء غزة، على هذه المناطق، كل شيء قريب من مستشفى الشفاء، وكل شيء خطير في هذا التقدم الإسرائيلي بكل تأكيد. ولاحظ من هذه الصورة الحية من القمر الصناعي، لاحظ مجموعة الانفجارات الموجودة في هذه المنطقة، يوضح لك طبيعة القصف، الاشتباكات الهائلة، وعزم الفصائل الفلسطينية في مواجهة القوات الإسرائيلية المهاجمة من أجل طبعا استنزافها قدر الإمكان. بالتالي هذا هو الشكل العام من آخر خريطة ومن آخر توضيح قادم من الوور مابر. وواضح أن الجيش الإسرائيلي لم يتقدم فقط في هذه المنطقة، وإنما هو تقدم هنا باتجاه تل الهوى كما نلاحظ، وأيضا واضح جدا أنهم تقدموا بشكل كبير هنا باتجاه بيت لاهيا
عطاطرة تقريبا أصبحت تحت سيطرتهم، أصبحوا قريبين أيضا من مخيم جباليا، وكذلك تقدموا بهذا الاتجاه كما تلاحظون بتقدم جديد في بيت حانون، وبالتالي أصبحوا أيضا قريبين جدا على المستشفى الأندونيسي الذي يتعرض إلى الكثير من القصف في ظل اتهامات إسرائيلية مستمرة بأن الفصائل الفلسطينية الموجودة في هذه المنطقة أيضا تتزود في الوقود، في الكهرباء وغيرها من هذه المستشفى. بالتالي الجانب الإسرائيلي تقدم من كل مكان ويحاول إنهاء مسألة الإطباق على هذه المنطقة وتطويقها بالتمام والكمال، البدء بالمرحلة الثانية ألا وهي تطهير هذه المنطقة بمرحلة قد تكون هي الأصعب على الجيش الإسرائيلي لاقتحام هذه المدينة. لكن الفصائل الفلسطينية تعمل عملا كبيرا وتقوم بالكثير من الواجبات القتالية في هذه المنطقة التي تحدثنا عنها، إن كانت في مخيم الشاطئ أو حول مستشفى الشفاء. فالذي تفعله هذه الفصائل الفلسطينية أولا هي تستنزف كثيرا الجيش الإسرائيلي، ثمن باهظ يدفعه الجيش الإسرائيلي. فقط يوم أمس 160 مدرعة من وآلية من الجيش الإسرائيلي قد تم حرقها بالتمام والكمال بالأسلحة المضادة للدروع الخاصة بهذه الفصائل الفلسطينية. وحتى وإن تمكن الجيش الإسرائيلي من تطويق هذه المنطقة فلا مانع من ذلك، يجب ألا ننسى بأن هنالك أنفاقا في هذه المنطقة، وهذا يعني بأن الفصائل الفلسطينية ممكن أن تقاتل إلى آخر رمق ومن ثم تخرج عبر الأنفاق لينضموا طبعا إلى زملائهم من الفصائل الفلسطينية الموجودة في عمق هذه المدينة لتشكيل خطط دفاعية أعلى ضد الجيش الإسرائيلي. وطبعا بالنسبة للفصائل الفلسطينية ويجب أن ننتبه هنا بأن تقريرا جديدا قد نشر حول هذه الأنفاق من القناة 12 العبرية التي قالت بمعلومات جديدة مع اقتحامهم، مع المعلومات الاستخبارية التي يمتلكونها، أكدت التفاصيل بأن الأنفاق الخاصة بالفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يصل مداها أو تصل مسافتها أساسا إلى 1000 كيلومتر وليس 500 كيلومتر في تحديث كبير حول طبيعة هذه الأنفاق. في 360 كيلومترا من قطاع غزة 1000 كيلومتر هي هذه الأنفاق الموجودة في هذه المنطقة، وهذا قد يعني أيضا أن هنالك أنفاقا ممتدة بهذا الشكل من جنوب قطاع غزة مباشرة إلى شمال قطاع غزة. وقالت بأن هنالك مراكز للقيادة وكذلك أماكن للنوم للطعام وغيرها، وحتى أن هنالك أنفاقا كبيرة بحسب قناة 12 العبرية أنها تتسع هذه الأنفاق لشاحنات كبيرة ممكن لها أن تتحرك في هذه الأنفاق، وحتى صواريخ كبيرة ممكن أن تمر بهذه الأنفاق. بالتالي الفصائل الفلسطينية لديها قدرة عالية جدا حاضرة رغم كل هذا التطويق في عملية المناورة. وأيضا أن المرحلة القادمة بالنسبة لأجل الجيش الإسرائيلي وإن بدأت فإن هذه المرحلة صعبة وصعبة للغاية، لأن أيضا التكلفة ستكون باهظة والخسائر ستكون كبيرة في ظل حرب شوارع ستكون هي الأصعب على الإطلاق على الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة. وكذلك يجب أن لا ننسى بأن هنالك خلايا نائمة منذ 7 أكتوبر، والعملية التي قامت بها الفصائل الفلسطينية بقيت هذه الخلايا في داخل أو في العمق الإسرائيلي، وتحولت هذه الخلايا النائمة أيضا إلى ذئاب منفردة، بمعنى آخر بأن لا اتصال بينهم وبين القيادة الموجودة من حركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي، وبالتالي ممكن فجأة أن يفجروا الوضع في الداخل الإسرائيلي في الفرصة أو في أقرب فرصة يجدونها طبعا أو يجدوها مهمة بالنسبة لهم لتفجير هذا الوضع مع التقدم الإسرائيلي. رغم كل هذه الظروف الصعبة على الجيش الإسرائيلي في هذه المعركة إلا أن إسرائيل مضطرة لإنهاء مسألة الاقتحام مهما كلف الثمن، وذلك لأسباب مهمة للغاية. واحدة من الأسباب أنهم غير قادرين حتى على إعطاء هدنة مع الفصائل الفلسطينية، لأن هذا الأمر سيعيد انتشار هذه الفصائل بشكل كبير في هذه المنطقة، يعني تغير تام في المعلومات الاستخبارية حول هذه الفصائل وأماكن تواجدها، يعني جهد استخباري إضافي من الجيش الإسرائيلي لن يعرف كيف تغيرت الأمور. أيضا هي تعطي فرصة كبيرة لهذه الفصائل الفلسطينية مثل هذه الهدنة التي نتحدث عنها في عملية ترميم وإعادة إصلاح خطوط الاتصال التي تضررت بسبب الضربات الإسرائيلية وغيرها، وكذلك على مستوى الوقود الطعام، تحريك الصواريخ، تحريك الرهائن، هذه كلها مهمة أثناء الهدنة. لذلك ترى بأن الجانب الإسرائيلي رغم الخسائر، ترى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول بأن علينا الاستمرار في هذه العملية. أيضا أمر مهم للغاية تطور بالنسبة لإسرائيل هي القدرة الصاروخية للفصائل الفلسطينية على العمق الإسرائيلي قد انخفضت كثيرا منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا، كلما دخل الجيش الإسرائيلي في عمق قطاع غزة في هذه
الملاحظة التي ترونها والتي طبعا انتشرت في وسائل إعلام أجنبية كثيرة، وضحت في 7 أكتوبر القدرة الصاروخية الهائلة التي ظهرت من 4301 صاروخا في ذلك اليوم. لاحظ كيف انخفضت حتى وصلنا إلى الأسبوع الخامس 383 صاروخا، أي أن الخزين الصاروخي اختلف، انخفض كثيرا وتغيرت الأمور، وأصبحت المدن الإسرائيلية ليست مهددة بالشكل الكبير الآن مقارنة بالسابع من أكتوبر وفي أول أسبوعين. الأمور بدأت تتغير وهذا ما تراهن عليه إسرائيل بشكل كبير، لكن أيضا مع كل تقدم إسرائيلي في عمق قطاع غزة هو يفتح النار في المنطقة بشكل عام، في منطقة الشرق الأوسط، بأنها تزيد من فرص الحرب الإقليمية، كما تحدثت الفورن بوليسي بأن من الممكن للحرب الإقليمية أن تزداد، ممكن للفصائل المقربة من إيران في المنطقة بأكملها أن تصعد بشكل أكبر على الجانب الإسرائيلي، على القوات الأمريكية، قوات التحالف الدولي. وبالتالي الفورن بوليسي وجدت أن التصعيد حاضر وحاضر للغاية مع كل تقدم إسرائيلي في هذه المنطقة، وكذلك أن إيران تتعرض إلى كثير من الضغوط، رغم أن إيران قالت مرارا وتكرارا بأن لا علاقة لها بما قامت به حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي في 7 أكتوبر، لكن الغرب يربط إيران بشكل مباشر. على سبيل المثال التلغراف أكدت في 24 ساعة الماضية بين 70 نائبا في البرلمان البريطاني كتبوا لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن عليك وضع الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب، يعني تغيرا كبيرا في العلاقة بين بريطانيا وإيران. وأيضا أن ألمانيا، إيطاليا، فرنسا بحسب ما تحدثت عنه البوليتيكو قاموا ويقومون بعملية تقييم لفرض عقوبات طبعا على إيران بسبب ارتباطاتها المباشرة بحركة حماس. وهنالك كثير من الأدلة التي رأيناها من الغرب مثل الول ستريت جورنال التي قالت بأن 500 عنصر من حركة حماس تدربوا في الشهرين التي طبعا كانت قبل، أو في الشهر الذي كان قبل 7 أكتوبر، أي في سبتمبر تحديدا كانوا في إيران يتدربون على هذه العملية. وفي 7 أكتوبر جاءت العملية الكبيرة الناجحة للفصائل الفلسطينية في العمق الإسرائيلي. لا بل أن الول ستريت جورنال بنفسها أيضا في الأربعاء أو اليوم تحديدا تحدثوا وقالوا بأن إيران دفعت مبالغا طائلة للفصائل الفلسطينية وحماس بشكل خاص عبر العملات الرقمية في السنتين التي سبقت 7 أكتوبر في ارتباط كبير بالتمويل لحماس طبعا، والعملات الرقمية من الصعب جدا مراقبتها طبعا بكل تأكيد، والغرب يعني لم يرى هذا الأمر حاضرا، وبالتالي العقوبات حاضرة، العقوبات قد تكون قوية على الفصائل الفلسطينية، ولكن العقوبات قد تكون قوية على إيران، وهنا إيران قد تصعد وترفع من وتيرة العديد من الجبهات تجاه إسرائيل مع العقوبات، مع التقدم الإسرائيلي في قطاع غزة، قد يعني أن الحرب الإقليمية لازالت تمتلك فرصا عالية للغاية في الحدوث طبعا في المنطقة بشكل عام مع هذه الحرب الكبيرة التي نراها في الشرق الأوسط.